وفي نفس الوقت انت ماشي في تصفيات كويس وكسبت اعتى الفرق. يعني انت كسبت نيجيريا في الامم وكسبت غانا وقدمت، وفي نفس الوقت انت عندك الثلاثي الرباعي الهجومي بكره بمشيئه الله تعالى محترفين. الرباعي ان شاء الله تمام وكلهم محترفين. فالخبرات موجود، الفنيات موجوده، التعود موجود، واخد بالك؟ الامور كلها من وجهه نظري باذن الله تعالى. طب الرباعي الرابع مين بقى؟ يعني في صلاح، في تريزيجيه او رمضان، في كوكا او عمرو جمال ما في واحد جمال في واحد رابع بقى اللي هو بيلعب اللي هيبقى صالح جمعه ولا مين؟ لا انا صالح يبقى بديل معايا. صالح ما بتيجيش، لان صالح بعيده له فتره فيقعد واغيره. ليه؟ عشان احنا نقدر تاخد منه ال 90 دقيقه صح. لكن هو انت ممكن تبدع وتتالق وتغير وتدي حريه للثلاثه اللي هم شايلينك، لان انت محتاج جري كتير، محتاج انطلاقات كتيره، محتاج ترابط، محتاج فنيات كتيره، احداث كتيره فنيه. حضرتك متخيل الرباعي ده شكله ايه يا كابتن ربيع؟ الرباعي هيبقى اسمائهم مين؟ الرباعي عمرو جمال راس حربه صريح، وتحتيه صلاح وصبحي وتريزيجيه. ده الرباعي من وجهه نظري انا، خد بالك. وممكن تبادل صبحي مع ثبت تريزيجيه في الشمال خلاص، يعني تريزيجيه على الاطراف، خد بالك. والتبادل صلاح برضه عنده خبرات، خلي بالك، هايله. انا ممكن في لحظات مع صبحي بالتبادل ده، انا بقول مثلا وممكن صلاح يلعب، لكن انا بدور على ايه؟ بفضل كده الانسجام، التفاهم، الفورمه. انت النهارده بتنزل اجهز 11 لعيب في المنتخب المصري، اللي اجهز دول عشان يخلصوا لك المباراه، ما نقلبش، خد بالك، ده اللي اقصده. فعشان كده بقول رباعي. الرباعي يا ميدو، وبعدين خلي بالك، حط بقى ايه الخامس بتاعهم اللي هو عنده الحلو جميه، النني مثلا ادي محترف، وحط فتحي وحط عبد الشافي، ادي 5 و2 7. اظن ما فيش احسن ولا افضل من 7 لعيبه كلهم محترفين، باستثناء فتحي طبعا راجع وكان راجل واحسن لعيب في الدوري المصري. فتحي من احسن محترفين، بس هو يبقى يعني يبقى انا بيطبق حياه الاحتراف بمنتهى الاحترافيه. يبقى انا بدور على الفنيات، عاوز فنيات اخد بقى فنيات من احسن لعيب، والثلاثي واخد بالك الدفاعي اللي بيبقوا موجودين ورا اللي هم الاثنين مساكين، والديفندر اللي دايما بيعتمد عليه بيقف، ده الثلاثي المثلث اللي واقفين طول الوقت. اللي اقصده ان عندك وزن فني بكره يرجحك، وزن فني خلي بالك في مدافع فرديه وجماعيه، وزن فني في تحرك هجومي، وزن فني في تمرير، وزن فني خد بالك في تبادل وهروب وجري حر، وزن فني على احسن ما يكون. انا ان شاء الرحمن بكره كوبر مع اللعيبه يا ميدو يعملوا احلى تابلو، النتيجه انت على الله سبحانه وتعالى. لكن بالاسماء دي وبالخبرات دي كلها الفنيه، الخبرات الفنيه، ركز على الفني، موجوده عندك بشكل كبير واعمق الحمد لله. انت ممكن تفرض شخصيتك وتفرض اسلوبك وتلعب الفرق زي ما انت عايز، خد بالك. انت تهاجم وهي تدافع، انت تهاجم وهي تدافع طول الوقت بامر الله بالفنيات الاسماء اللي انا قلت لك عليها.